النهارده يا حبايبي هنلعب مع بعض لعبه وهي الوصول لكلمه السر. دلوقتي صاحبتنا الجميله ايمان دخلت الغرفه ولن تستطيع الخروج من الغرفه، والساحره الشريره لم تريد اخراج ايمان من الغرفه الا بعد قول كلمه السر. علينا يا حبايبي أن نعرف كلمة السر. كيف نستطيع الوصول لكلمة السر؟ زي ما قلنا يا صحابي مع بعض هنحذف المتشابهات من الحروف اللي موجودة عندي على السبورة علشان أوصل لكلمة السر. كل حرفين متشابهين هحذفهم من جنب بعض عشان أوصل لكلمة السر، ما عدا حرف الراء وحرف الفاء، هسيب حرفين راء وحرفين فاء مش هحذفهم، وهحذف اي حرف تاني ايه متشابه. نبدا مع بعض اللعبه. نبدا. وبعد ما حذفنا يا حبايبي الحروف المتشابهه هيا بنا نقرا كلمه السر. اتفضلي يا ملك اقراي كلمه السر. احسنتي. الحروف الايه؟ الرافصه. فعلا يا مريومه الحروف الرافصة. الساحرة الشريرة تريد أن تسمع أغنية الحروف الرافصة كي تخرج إيمان من الغرفة. هيا بنا نردد سويا أغنية الحروف الرافصة مع بعض. يلا. الحروف الرافصة الالف والدال والذ والراء والزاي والواو. احنا الست حروف، احنا الست حروف، اللي بيجي قبلينا يجري ويمسك فينا، واللي بيجي بعدين ملهوش دعوه بينا، ملهوش دعوه بينا. احسنتم. وبالفعل الساحرة الشريرة قامت بإخراج صاحبتنا الجميلة إيمان من الغرفة بعد أن استمعت إلى أغنية الحروف الرافصة. الحروف إيه يا سنة أولى؟ الرافصة. أحسنتم يا سنة أولى.